لا شغله. فاطمة الزهراء سلام الله عليها،
يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة شافعة شاهدة زاهدة جاهدة طاهرة زاهرة داعية راضية راقية حامية ناصية وافية داعية راضية راقية حامية ناصية وافية شافعة شاهدة زاهدة جاهدة طاهرة زاهرة داعية راضية راقية حامية ناصية وافية داعية راضية راقية حامية ناصية وافية فرحة فينا عارمة فرحة فينا عارمة فرحة فينا عارمة سيدتي لنا رجاء أن ترفعي كف الدعاء كي تعلو ثارات السماء بالمهدي بالمهدي ابن النجبة بالمهدي ابن النجبة تسبيحة الفجر التي هلت فزال همنا كابتلة النور التي أقداسها شعت بنا تسبيحة الفجر التي هلت فزال همنا تبتيلة النور التي أقداسها شعت بنا ميلادها شمس المنى فرح ونور وهنا رب العلا صالحة فاتحة قانتة مشفقة
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشمية ثمر والشيعة الورق ملتف بالثمر هذا مقال رسول الله جاء به أجل الرواية في العالم من الخبر إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر إن قيل حواء قلت فقيم فخرها إن قيل حواء قلت فقيم فخرها أو قيل مريم قلت فقيم أفضل أو قيل مريم قلت فقيم أفضل إن قيل حواء قلت حواء قلت فقيم فخرها أو قيل مريم قلت فقيم أفضل أو قيل مريم قلت فقيم أفضل أفهل لحواء مثل أحمد والده أفهل لحواء مثل أحمد والده لمريم مثل فاطم أشهر أم هل لمريم مثل فاطم أشهر أم أبيها زهراء يا فاطمة أم أبيها زهراء يا فاطمة سر بنيها زهراء يا فاطمة سر بنيها زهراء على
مشت صوب النبي أجلها وقفا وفي ذاك الوقوف تبجل قد حيرت نوب النبي بسرها كيف البرية تسرها لا تجهل فإذا مشت صوب النبي أجلها وقفا وفي ذاك الوقوف تبجل قد حيرت لوب النبي بسرها كيف البرية تسرها لا تجهل أم أبيها زهراء يا فاطمة أم أبيها زهراء يا فاطمة سر بنيها زهراء يا فاطمة سر بنيها زهراء يا فاطمة فاطمة خير نساء البشر من لها وجه خير نساء البشر من لها وجه كواج القمر فاطمة خير نساء البشر من لها وجه كواج القمر زوجت الله فتاة صالحا أعني عليا خير من في الحضار فاطمة خير نساء البشر من لها فضلك الله على كل الورى بفضل من خص بآي السمر فاطمة خير نساء البشر من لها وجه كواج القمر ضاءت لنا الدنيا بأنوارك فأشرق الكون بنا فاطمة خير نساء البشر من لها وجه كواجه القمر فاطمة خير نساء البشر من لها وجه كواجه القمر فاطمة خير نساء البشر من لها وجه كواجه القمر ما زلت مشكاة الزمان ونورك قد عم حتى أشرقت ظلماتي يا محورا ضم الإمامة والهدى وبه براهين من الآيات قد كنت بالإنجيل سرا أعظما بل حكمة رتلت بالتوراة يا فاطم صلى عليك الله من فوق السماء وعليك مني صلواتي مطهرون نقية ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا مطهرون
ذكروا مطهرون نقية الثياب تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسب فما له في قديم الدهر مفتخر مطهرون نقية ثياب تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور مطهرون نقية ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا وهم مصابيح نور الله ألهمهم علما وحلما وإكراما بما هم أهل بيت إذا ما جئت باهم حبوك زادهم صوما وما فطروا وهم مصابيح نور الله ألهمهم علما وحلما وإكراما بما صبروا هم أهل بيت إذا ما جئت باهم حبوك خير من خلق الرحمن من بشر فقل ملائكة في قدر أهم بشر لولاهم ما بنى رب السماء بنا سماءها لا جرت شمس ولا قمر هم عدتي وبيوم الحشر لست أرى إلا هم فهم المنجاة والظفر هم عدتي وبيوم الحشر لست أرى إلا هم فهم المنجاة والظفر يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له من لم يصلي عليكم لا صلاة له من لم يصلي عليكم لا صلاة أسعد الله أيامكم جميعاً وأعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية في حال أفضل من هذه الحال لتعجيل الفرج فرج مولانا صاحب الزمان أفلح من يصلي على محمد وآل محمد ما شاء الله ما شاء الله بوركة حناجركم الولائية الفاطمية على هذا الإنشاد الرائع.